بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة عندنا كلام كتير جدا ومواضيع كثيرة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم من خلال ملعب الأهلي. طبعا ده هيكون في الجزء الأول، والجزء الثاني هيكون معانا مجموعة من نجومنا الكبار هنتكلم معاهم عن النواحي الفنية سواء للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت والفترة القادمة، وأيضا هنتكلم معاهم عن أشياء كثيرة جدا جدا تخص النواحي الفنية. ولكن خليني أبدأ مع حضراتكم أتكلم مع حضراتكم في موضوعين ثلاثة مثلا. الموضوع الأول اللي عايز أتكلم فيه معاكم هو، هل أنا ممكن كأهلاوي أطلع أقول بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة وصعود نادي الزمالك للدور التالي في كأس مصر، هل ينفع ان انا اطلع اقول والناس تتقبل مني ان انا اطلع اقول ان المقاصة فوت الماتش مثلا؟ كلام ما بيصدرش من اي حد اهلاوي او اي حد بيحترم نفسه. في وقت مباراة النادي الاهلي مع نادي المقاولين العرب خرج كلام كتير جدا جدا بخصوص بشكل او باخر ان اصل عماد النحاس اصله كذا. هل أنا ممكن دلوقتي أطلع أقول هذا الكلام؟ الكلام ده ما ينفعش يتقال. أولاً لأن نادي المقاصة نادي كبير جداً جداً ومن أكثر الأندية احتراماً في مصر، كل الأندية المصرية كلها أندية محترمة. ميدو على الرغم من عدم حبه لجمهور النادي الأهلي، ولكن ميدو من المديرين، خلينا نتكلم بمنتهى الواقعية، ميدو من المديرين الفنيين الجيدين. وأنا يعني من الناس اللي شايف إن ميدو مدير فني جيد. وبيحافظ على نفسه وبيحاول يحافظ على نفسه وعلى اسمه. فهل ممكن احنا نطلع كأهلاوية نقول الكلام ده؟ نطلع نقول ايه؟ شفته بقى، اصل المقاصة فوت الماتش للزمالك. مش ممكن نطلع نقول كده؟ ممكن جدا نطلع نقول كده، لكن احنا هنا دائما في قناة النادي الاهلي او في هذا البرنامج تحديدا، انا اتكلم على نفسي، عمري ما هطلع اقول مثل هذا الكلام. عمري ما هطلع اقول مثل هذا الكلام، لان الكلام ده كلام ما ينفعش يطلع من ناس محترمة الحقيقة يعني. فإحنا دايما أو سلو بلدنا أو سلو نادينا كده، إن إحنا دايما خلاص مباراة واتلعبت وانتهت، فاز الزمالك بنقول له مبروك، فاز خسر المقاصة بنقول له هارد لك. هو ده اللي إحنا عارفينه في كرة القدم، أو هو ده اللي إحنا تعلمنا الروح الرياضية. ما تعلمناش إن إحنا نقلل من ناس أو ما نحترمش ناس، بالعكس ممكن جدا ننتقد وممكن جدا نقول ان في حاجات معينه بننتقدها وبنتكلم فيها، ولكن في نفس الوقت عمرنا ما بنأذي ناس في مشاعرها، عمرنا ما بنتكلم بهذا الشكل وبهذا المنظر اللي في ناس كتيره بتتكلم بيه خلال الفتره اللي فاتت. لان زي ما قلت لحضراتكم دايما، سهل قوي ان انا اطلع اقول الكلام اللي انا قلته في بدايه الحلقه، سهل قوي ان انا اطلع اقول ايه، الله المقاصة اصله فوت. ولكن احترامنا الشديد جدا لنادي مصر المقاصة، واحترامنا الشديد للمدير الفني مهما كان، شوفوا بقى لدرجة ايه، مهما كان ان هو ما بيحبش جمهور النادي الاهلي، او يعني هو طبعا ميدو زملكاوي كل عارف هذا الكلام. لكن احنا عمرنا ما نطلع نقول كلمة تقلل من شأن حد او تطعن في شرف حد، عمرنا ما هنطلع نقول مثل هذا الكلام، وعمرنا ما هنطلع نبقى زي ناس بتتكلم بهذا الشكل. دائما ما نحافظ على الروابط اللي موجودة دايما ما بين النادي الأهلي وكل الأندية، ودايما الكسبان نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك في كرة القدم. هو ده اللي احنا عارفينه في كرة القدم، لكن ان احنا نطلع نعمل مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم، في ناس بتعمل كده كتير سواء على السوشيال ميديا او في البرامج او في اي حتة تانية، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتطالبنا ان احنا نعمل كده، لكن احنا عمرنا ما هنعمل كده، عمرنا ما هنطلع نتكلم بهذا الشكل وبهذا الاسلوب، لان ده النادي الاهلي ودي قناة النادي الاهلي. في ناس سياستها بالمناسبة التفويت والتخوين، التفويت والتخوين. وانا لما بتكلم هنا بلساني كرجل اهلاوي وعندي برنامج بعمله في قناة النادي الاهلي، ما بتكلمش بلسان حد. فالتفويت والتخوين ده مش اسلوبنا ومش طريقتنا، دايما بنحاول نقول للناس ان او دايما بنحاول النادي الاهلي، مش انا يعني، النادي الاهلي بيقول دايما للناس الحقيقه والواقع. طب بقول لحضراتكم ايه، خلوني بس اطلع بره الموضوع ده ثانيه واحده.
من اول الاسبوع لغايه النهارده سمعتوا كم اسم مدير فني للنادي الاهلي؟ سمعتوا كم اسم حضراتكم؟ يعني قولوا لي كده سمعتوا كم اسم؟ 5 10 20؟ كل الناس بتجتهد ومن حقهم، انا لا اقصد اي شيء، كل الناس محترمه، كل الناس اللي شغاله في المواقع وكل الناس اللي بتعمل فيديوهات ناس محترمه وفوق دماغي من فوق، ولا وكلهم يجتهدوا وكلهم من حقهم ان هم يجتهدوا، ولكن صدقوني لا احد يعلم اسم المدير الفني غير 3 افراد او 4 افراد بالكتير قوي 5.